أهلا بيكم في عالم العالمين، يوم جديد من خلاله بنغطي مختلف فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. حقيقة امبارح كان يوم مميز جدا في مهرجان العالمين، واستمتعنا بباقة غنائية ممتعة. الباقة دي كانت من الفنان الكبير حمزة نمرة اللي قدم لنا أجمل أغنية، واللي كمان حصد التفاعل كبير من الجمهور. كمان كان في نجمة تانية في حفلة امبارح، النجمة الجزائرية سعاد ماسي اللي أبهرتنا بإطلالة متميزة، وده بعد عودتها للغناء في مصر بعد غياب استمر لحوالي 10 سنوات. كمان كان في امبارح فريق مسار إجباري، واللي بيعتبر من أهم الفرق الغنائية في مصر خلال ال20 سنة اللي فاتوا، يمكن من أول فرق الأندرجراوند، واللي أمتعنا بباقة غنائية متميزة لقت إعجاب كبير من الجمهور، وكمان ألهبت حماس الجماهير اللي كانت موجودة في الحفلة. وزي ما بنتكلم دايما عن الفعاليات الفنية، الفعاليات الرياضية بيكون ليها نصيب كبير جدا في حديثنا عن مهرجان العالمين الجديدة، وكان في حضور مميز امبارح وأول امبارح، بداية من رالي السيارات الكهربائية للجامعات المصرية، واللي شارك فيه أكثر من 10,000 طالب من 28 جامعة، وده كان أكبر حدث رياضي في الشرق الأوسط برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. كمان كان في جانب من الرياضة النسائية، وكانت حاضرة بقوة على أجندة مهرجان العالمين، وده شفناه في بطولة دوري أبطال سيدات الساحل لكرة القدم. كمان لعبة البادل اللي كانت حاضرة بقوة وأعلنت عن نفسها بكل قوة في النسخة الحالية لمهرجان العالمين، بيحرص الكبار والصغيرين إن هم يلعبوها. وكمان شفنا نجوم كتير من نجوم الرياضة بيحرصوا على إن هم يلعبوا البادل. النهاردة هنقل لكم تفاصيل أكتر في مهرجان العالمين الجديدة، خلونا نبدأ حلقتنا، معانا كتير من الأخبار والمفاجآت، استنونا.